شيوخ من بيت الخليج اصلوا حضارة يهتم مره وحدات الصف الخليجي بالبصيرة تم مره قدوة الحكام في شب المنارة هم لنا في شايكة الأيام الخروط بجيرة حنا راهم لاستنصاك الوقت نخوة واستجارة عندهم من خيرة العيرات والاسم الشهيرة كل قابة وصف في غارتها عد والنمارة كم سبور قر واحد في شطاها عقب الظهيرة من لحوقي لا دفع تبعد الشوط ومسارة ما تضيقي لابعد المروح بالهجن المغيرة كل ما زاد وما غار الشوط زادت قوة غارة ساعة فيها يقول لها قوية كبيرة ليتني بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير نحييكم مع تواصل أيام هذا المهرجان مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه في يوم الأربعاء 15 من شهر ديسمبر لعام 2021 ومنافسات أشواط الجذاع لهجن أبناء القبائل هذا هو الشوط الأول الرئيسي يستعد على الهواء مباشرة كما تشاهدون أيها الأعزاء الكرام في كل مكان هذا هو الشوط الأول الرئيسي في فترتنا الصباحية يستعد للانطلاق مستهلا أشواطنا 20 شوط المقرر إقامتها في هذه الفترة الصباحية أذكر بجائزة هذا الشوط لصاحب المركز الأول والفائزة بالمركز الأول في هذا الشوط جائزة عينية قيمة سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي رصدت للفائزة بالمركز الأول إضافة إلى 35 مشاركة في هذا الشوط الأول الرئيسي أقوى أشواط الجذاع هكذا هي الاستعدادات النهائية لانطلاقة هذا الشوط الرئيسي وهكذا ينطلق على بركة الله وحفظه بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أيها الأعزاء أيها الكرام هذا الشوط الأول الرئيسي على الهواء مباشرة من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة اليوم هو يوم الجذاع يوم القوة والإبداع يوم الإمتاع مع المشاركين مع الأسماء الحاضرة والمتواجدة هكذا تمت الانطلاقة وتمت انطلاقة أمال المشاركين طموحات المتواجدين نتجه مشاهدينا الأعزاء لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى في صبيحة هذا اليوم وفي هذا الشوط الذي يستهل أشواط الجذاع لمن ناموس الصباح لمن ناموس المتواجدين في هذا اليوم نشاهد هذه الأجواء الجميلة الضبابية الخفيفة نوعا ما ونتجه لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى بحضور 35 بكرة متواجدة هدف كل الحاضرين هو انتزاع هذا الشوط الأول الرئيسي مخيفة على الصدارة مخيفة على المقدمة سالم بن سعيد بن منانة يقدم مخيفة على المركز الأول على صدارة الشوط بينما الملاحقة من معركة لجار الله بن سالم بن مسعود على المركز الثاني في هذه اللحظات بينما المركز الثالث وصلت بارجة لعبد الهادي بن سالم بين حبيشة يقدم بارجة على المركز الثالث دور المركز الرابع من تصل وتتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات وصلت الشكلة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي يقدم الشكلة على المركز الرابع ننتقل للمركز الخامس في هذه اللحظات من تصل وتتسلل بدورها ثمينة لسيف بن محمد بن سيف
الضيف الجفال النعيمي يقدم ثمينه في الشوط الاول في الشوط الرئيسي لاشواط الصباح. طليعه اشواط الصباح، اقوى اشواط الصباح لمن من هؤلاء المضمرين؟ النيسان بترول ستيشن الاكس اي بالانتظار، الاكس اي بانتظار فائزه من هذه الخمسة وثلاثين بكره متواجده في صباح هذا اليوم. معركة تسللت لتكسب معركة هذا الشوط من بدايتها. هذه معركة على الصدارة لجار الله بن سالم بوشريدة، أحد الشعارات القوية في عالم التضمير في عالم الملكية، مع المركز الأول مع صدارة الشوط. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، بينما المركز الثاني تصل البارجة لعبد الهادي بن سالم بن حبيشة يقدم بارجة على المركز الثاني. المتحدي يصل على أرضية ميدان التحدي، سالم بن سعيد بن منانة يقدم لنا في هذه اللحظات مخيفة على المركز الثالث. بارجة على المركز الثاني في هذه اللحظات لعبد الهادي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيش النابت، بينما حصل دخول من مخيفة مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانة يقدم لنا مخيفة على المركز الثاني. المتحدي مع مخيفة في المركز الثاني. المركز الثالث حصل دخول وتسلل في هذه اللحظات من قبل ثمينة لسيف محمد بن سيف الجفال النعيمي. مع المركز الثالث المركز الرابع تصل رقم 11 تربة أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، تصل في هذه اللحظات مع تربة من يقدم لنا تربة على المركز الرابع. بينما المركز الخامس الله حصل دخول وهجوم من أكثر من اسم في هذه اللحظات. بارجة تتسلل لعبد الهادي بن سالم بن حبيشة يقدم بارجة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، هناك أسماء لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة. العودة إلى مقدمة الشوط إلى تربة من تسللت بالمركز الأول. هذه تربة على صدارة الشوط، أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي يقدم تربة تسللت في هذه اللحظات في وقت حساس من عمر هذا الشوط. بن رشيد السويدي مع تربة على المركز الأول على صدارة الشوط. ركز يا السويدي فالتركيز مطلوب. أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي أحد أقطاب المنافسة في الخليج يقدم تربة على المركز الأول، بينما المركز الثاني تصل معركة لجار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة يقدم معركة في شوط النيسان على المركز الثاني. شعار بن فراج أره يتدخل في هذه اللحظات مع أضواء لسعود بن علي بن فراج أحد أقوى الشعارات المنافسة في ميادين السباقات في الخليج. تصل أضواء على المركز الثاني في هذه اللحظات، تسللت وتقدمت أضواء إلى المركز الثاني مع سعود بن علي بن فراج. المركز الثالث معركة مع جار الله بن سالم بوشريدة. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات وانطلقت ثمينة سيف محمد الجفالي النعيمي يقدم ثمينة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تصل وتتقدم في أول نداء في هذه اللحظات عهود سعيد بن راشد بن علي آل بريس يقدم عهود على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. العودة إلى مقدمة الشوط، تربة ما زالت على الصدارة في هذه اللحظات. يلا يا بن رشيد نواجه الضباب خفيف، أراه في أيضا أمامنا في هذه اللحظات، خلها تختفي في الضباب. يصل شعار العطية على المركز الخامس في هذه اللحظات. أرى الشعارات التي بدأت تقترب، شعار بوصلعة يصل، شعار بالراية يصل، شعار الزعبي يصل، شعار أيضا بن بخيتة يصل،
شعارات، يا لها من شعارات، أخذت بالدخول، أخذت بالانطلاق، تربع المركز الأول، المركز الثاني، وصلت فيه نمارق عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، المركز الثالث وصلت الذيبة صالح بن حمد بوصلعة، المركز الرابع هناك أضواء لسعود بن علي بن فراج، المركز الخامس عندك يا الجفالي مع تيمين لسيف بن محمد الجفالي النعيمي، العودة إلى التغيير، إلى الانفراد، إلى الانطلاق من نمارق، تسللت نمارق مع الألف ومئتين متر الأخيرة، عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع نمارق على صدارة الشوط، عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية الشعار الأخضر الخطير مر وعبر إلى مقدمة الشوط، تحركت في هذه اللحظات أضواء مع سعود بن علي بن فروج بن فراج بن فراج، الكيلو متر الأخير، كيلو الإقلاع، كيلو الفوز، كيلو الناموس، كيلو عن النيسان بترول الستيشن، كيلو عن مادة الزعفران، كيلو عن التهاني، كيلو عن الفوز يا مضمرين. المركز الثالث عندك يا بن رشيد السويدي، المركز الرابع يصل شعار المرعب ناصر بن مسفر الشهواني في هذه اللحظات على ظهر الشحانية لمحمد بن مبارك بن مسفر الشهواني، وتصل أيضا شودة لعامر بن علي آل فهيدة على المركز الخامس في هذه اللحظات. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المعركة، معركة الجداع في الفترة الصباحية، يا سلام يا سلام، نمارق العطية، نمارق العطية، أضواء بن فراج، أضواء بن فراج، تربت بن رشيد، تربت بن رشيد، شحانية المرعب، شحانية المرعب، شودة 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 على المركز الخامس، ولكن نمارق، ولكن نمارق، أضواء أضواء ونمارق، نمارق وأضواء، الجماهير، المشجعين، العارفين، المرشحين، ولكن أضواء نمارق وأضواء، أضواء ونمارق، النيسان الشوط الأول رئيسي الجداع لمن؟ أضواء بن فراج، أضواء بن فراج، نمارق العطية، شحانية المرعب، شحانية الشهواني، يا سلام، نمارق 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 العطية، أضواء أضواء، نمارق نمارق وأضواء، نمارق وأضواء، ودخول فتو فينش على خط النهاية، تهانينا للفائز من نمارق أو أضواء، نلجأ للتوقيت الزمني والفوتو فينش في هذه وفي مثل هذه اللحظات، تهانينا لصاحب المركز الأول سواء نمارق العطية أو أضواء بن فراج. المركز الثالث، المركز الثالث اللي وصلت فيه الشحانية لمحمد بن مبارك بن مسفر الشهواني، المركز الرابع، المركز الرابع تربه لأحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، المركز الخامس، المركز الخامس اللي وصلت فيه متعبة لمحمد بن سيف بن عتيق العميمي، هذه نتيجة المركز الثالث والرابع والخامس، ولكن المركز الأول حصل دخول فوتو فينش ما بين نمارق لعبد العزيز. نمارق لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، إن فازت نمارق في سيارة هذا الشوط فهي تضيف السيارة الثالثة في رصيدها في هذا الصباح، وإن كان الفوز مع أضواء لسعود بن علي بن فراج فهي تضيف هذه السيارة أيضا إلى إنجازاتها التي لا تعد ولا تحصى. هذا هو التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء، والسيارة الثالثة مع نمارق في هذا الصباح، تهانينا القلبية والناموس، تهانينا لمالك نمارق عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، هي الفائزة بالمركز الأول. 9:16 68 جزء من الثانية، التهاني والناموس لمالك نمارق عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني اللي وصلت فيه ولا ما قصرت أيضا، قدمت عرض تشكر عليه اللي هي أضواء، قطعت المسافة في 9:16 72 جزء من الثانية، التهاني والناموس لمالك أضواء سعود بن علي بن فراج. المركز الثالث الشحانية أيضا ما قصرت في هذا الشوط، قطعت المسافة في 9:16 86 جزء من الثانية، تهانينا لمحمد بن مبارك بن مسفر الشهواني، والتهاني لناصر بن مسفر الشهواني الجدير بالذكر.